ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة محشي البتنجان بشكل بسيط جدا. طبعا اخدت طماطم وحطيتها في حلة، وضفت عليها ملح وفلفل وكمون وحتة زبدة، وسبتها تتسبك. وبعدين غسلت الرز وحطيت الرز على الطماطم بعد ما تسبكت. وطبعا هنا جزر بيخليه مسكر جدا، وشبت وبقدونس وكزبرة. وهنا كنت قورت المحشي. الرز بقى هبدأ ان انا اضيف عليه الخضرة زي ما انتم شايفين، والجزر، وبعدين بصل مبشور او مضروب في الكبة، واقلب كويس جدا كله مع بعض، واظبط الملح وكده. وبدأت ان انا احشيه، ومش بحشيه لاخره، يعني مش بكبسه، بيبقى فيه عقلة صابع كده فيه عشان ما يبقاش الرز كتير فيه زي ما انتم شايفين كده. جينا بقى للتسوية. هغلي الشوربة كويس جدا جدا جدا، وهبدأ ان انا اسقي المحشي. مش بضيف زي ما انتم شايفين كتير، يعني طبعا حطيت شوية زيت او شوية زبدة على الشوربة، وببدأ ان انا اضيف عليها. مش زي ما انتم شايفين كده، مش مالية الحلة، لا، حاجة بسيطة خالص، ربع الحلة بالظبط. طبعا اول ما بيبدأ يغلي بوطي عليه خالص واسيبه يستوي براحته كده. بعد ما استوى وغرفته ده شكله. يا رب يكون عجبكم الوصفة. ما تنسوش تدعموا القناة بلايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، وسلام.